الكل بيتكلم عن الألم، لكن الألم ما بيتحكيش، ده وجع جوه القلب متداري. شهامة الرجال قلت، وده وجع ملوش علاج في زمن قلت فيه الرجال. قضيت عمري ببحث عن الإنسانية في الإنسان، وعشت أدور على فرحتي وسط الألم والأحزان. حادثة كان من الممكن ما تحصلش، كان من الممكن لو صاحبها اللي عملها عنده عقل وعنده اتزان، لكن للأسف ما طلعش إنسان، طلع جبان. أنا بعزي أهل مصر كلهم، بعزي أهل الشاب اللي ما راحش يتاجر في المخدرات، ولا راح مشي غلط، ولا مشي شمال، ولا مشي في طريق الضلال. يمكن يكون دي كانت وسيلة أكل عيشه، أنا مش ببرر له، لا. اللي يركب القطر يدفع، بس مفيش راجل محترم من اللي كانوا قاعدين عنده شهامة يدفع له. إيه يا مصريين، إيه اللي حصل؟ مش ممكن. فين شهامة ولاد البلد بتاعت زمان؟ بصراحة أنا حزين، وأعتقد إن كل مصر حزينة. في فيديو معانا لمحمد عيد وهو بيغني، بيغني عن الإنسانية وعن الطيبة. نسمع كده الفيديو. الورود أوقات بتتبال عالشجار، يا قلبي تفرح لما تتعزي قلوب، شيلوا القلوب وضيعوها بحجار. فين التسامح اللي ربنا قال عليه؟ فين المحبة والنوايا الطيبة؟ فتاكي ايه؟ العمر فاضل قد ايه؟ بيبوس في بالنا ان النهاية قريبة، بيبوس في بالنا ان النهاية النهاية قريبة، إن النهاية قريبة قريبة. المصريين بيعتذروا لك يا محمد، رحمة الله عليك. السيد الفريق المحترم كامل الوزير راح النهاردة وعزى وقدم العزاء وباز دماغ أهل محمد. الكمساري المحترم أو رئيس القطر غلط،
كان من الممكن يجيب الشرطة عادي، مفيش مشكلة، ويعمل محضر، مفيش مشكلة. لكن ان انت تجبرهم على ان هم ينطوا من القطر، انت مش انسان، انت مش انسان. وعلى فكرة ده مش كلامي، التحريات اللي اتعملت اكدت الكلام ده، تحريات موثقة من الشرطة المصرية، عشان مفيش مصري يطلع يقول في تجاوزات. والله احنا دولة منضبطة. التحريات قالت ان رئيس القطار اجبرهم على ان هم ينطوا من القطر. ها، حد عنده تشكيك تاني؟ حد عنده كلام يقوله عن هيبة الدولة؟ خطأ، بس خطأ وجعنا. ما كانش ينفع ابدأ البرنامج ضد الفوضى من غير ما اتكلم على محمد عيد. انا بقول له الله يرحمك وانت في مكان احسن من مكاننا، وانت كنت طالع عشان لقمة عيشك الحلال. يا شباب، لقمة عيشه الحلال، ما طلعش يتاجر في المخدرات ولا طالع يسرق، يمكن يكون ظروفه كانت كده. انا بقول له رحمة الله عليك، وبعزي اهل محمد. ونبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة اللي بنتكلم فيها عن أسباب العنوسة في مصر. عندنا 9 مليون عانس وعانسة، 9 مليون عدوا 35 سنة. ايه الموضوع ده؟ حاجة تزعل. كان زمان الشاب ممكن يبقى عنده 15 سنة ويقول لك ده كبر، يلا نجوزه، يلا عاوزين نحافظ على شبابنا وبناتنا. النهاردة البنات كلهم بيحبوا يتعلموا، حاجة جميلة، اتعلمي واختاري اللي انت عايزاه، بس سيبك من الكلام الفاضي اللي بيقول انا راسي براسه، عشان مش هتنفع الحياة الزوجية لما تبدأيها وتقولي انا راسه براسه، مش ممكن. الرجال قوامون على النساء، ده مش كلامي، ده كلام ربنا. مهما يكن انا طبعا اقدر المرأة واقدر اي مرأة، لكن في امور لازم تنضبط، لازم نبقى منضبطين فيها. الراجل راجل، بس مش الراجل اللي خلاهم ينطوا من القطر، عشان ده مش راجل، لا، الراجل العاقل اللي بيحافظ على بيته وبيراعي ولاده، المحترم الشريف الطيب بتاع زمان. فاكرين زمان؟ ولا زمان ده بقى في الافلام بس؟ معانا اتصال. ابو محمد اتفضل. الو الو، ايوه، ازيك يا باشا؟ الله يكرمك، اتفضل. عامل ايه؟ الله يكرمك. الله يكرمك يا حبيبي. حابب اتكلم بس حضرتك عن ان انا برضو نفس القصه، كان واحد واخد مني فلوس ومش عارف اجيبها منه، وكانت عربيتي شغاله مع واحد برضو كان عليها فلوس مش عارف اجيبها، مش عارف اجيبها منه. احنا نتشرف بيك انت، انت الله يكرمك. بس احنا بنتكلم النهارده عن اسباب العنوسه. ما هي دي فوضى، ما هي دي تعتبر فوضى برضو. ماشي، بس انا بتكلم على، انا معاك، انا معاك، بس ده مش عنوان الحلقه بتاعتنا، فانا مش عاوز مش عاوزك تستغل الوقت بتاع الحلقه في خارج نطاق المعنى اللي احنا عاوزين نبينه شويه للناس. انا طبعا بحترم اتصالك وشاكر ليك. الاسباب الرئيسيه ان الابهات بقوا بيغالوا في طلباتهم. تعالى يا حبيبي عايز تتجوز، تعالى. يخش الشاب من دول
طالع على ايده لسه مخلص جامعه وبيقول بسم الله الرحمن الرحيم، نفسه يبقى ليه بيت ويلاقي زوجه ويلاقي بيت وعيال. تعالى عايز تتجوز؟ طب انت بقى عليك مؤخر وعليك قايمه. يا حبيبي احنا بنتنا مش سهله كده. قايمه تلاقيهم يكتبوا في القايمه مثلا 200,000 جنيه وهم جايبين حاجات ب 50,000 جنيه مثلا او ب 60,000 70,000. طب ليه؟ ليه العقد نفسه مش منضبط؟ ده انت هتدي له بنتك كرة عينك. سيدنا عمر الفاروق اللي الناس كلها بتحبه بيقول لك لا تغالوا في صدقات النساء، بلاش غلو. هو انت النهارده لما الشاب ده ما يتجوزش ايه اللي هيحصل؟ هيروح يعمل ايه؟ معانا الاستاذ محمد من كفر الشيخ، اتفضل. يا معلم باشا اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. الله يكرمك، اتفضل. والله انت بتتكلم في برنامج حلو بصراحه شكر لذوقك. والله وبالنسبه لموضوع العنوسه ده خد بال حضرتك يعني اتفضل. ترجع للاب ذات نفسه. الاب والام مالهاش دعوه يعني؟ لا الام دي اساس، هي اساس، هي اساس كل حاجه. واخد بالك؟ فالواحد بيدور على الناس ما بيدورش على الفلوس وكده. لا لا الفلوس 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 لازم، اصل ما حدش هيتجوز ببلاش يا استاذ محمد. ماشي يا استاذ احنا فلاحين وارياف بس احنا ما عندناش الكلام ده. انتوا فلاحين وارياف، انتوا احسن ناس. الكلام عندكم يختلف شويه عننا في القاهره وفي المحافظات اللي فيها حضر شويه. ممكن عندكم الدنيا تتلم في حاجات بسيطه، ولا الكلام ده برضو بقى صعب شويه عندكم في الارياف؟ لا لا مش كله مش كله والله، هو اللي بيشتري بيشتري اهل، ما بيشتريش حاجات تانية. تمام، احنا بنديله بنتنا هيحافظ عليها هنشيله فوق دماغنا. ايوه ده الضنا غالي. الله يكرمك، الضنا اغلى من القايمه واغلى. القايمه ديت كلام فاضي كله يعني، ما واغلى من التكاليف اللي احنا بقينا عمالين نوسع فيها، وظروفنا الاجتماعيه مش زي زمان. الواحد بيشتري اب وام واخت واهل تاني غير اهله. تمام، دي اهم حاجه. متشكرين يا استاذ محمد على اتصالك. استاذ محمد بيقول لنا الاب والام مهمين، فيجي الاستاذ المحترم العريس اللي نفسه يفرح لسه متخرج نفسه يخش دنيا، اصل هو مؤدب ملوش في الغلط. في شباب تانيه بقى انا عارفهم وانتوا عارفينهم برضو قاعدين على القهوه يقول لك اتجوز ليه؟ ما انا كده تمام ومقضيها. مقضيها ازاي؟ عيب اقول لك انت مقضيها ازاي؟ عيب، عشان احنا على الهوا يا محترم يا مؤدب. يقول لك اجيب واحده اصرف عليها ليه غريبه؟ انت كده تمام يعني؟ انت راجل محترم كده؟ في شباب كتير ما بقاش يفكر في الجواز، ليه؟ هو مش بيفكر في الجواز عشان هو مش قادر يتجوز، عشان حالته الاجتماعية صعبة شوية. عشان كده أنا بقول للجهات الرسمية في بلدنا الحبيبة مصر، خلي عيونكم على الشباب شوية، نيجي على نفسينا ونراعي الشباب شوية، نحاول نوفر لهم سكن اجتماعي زي اللي سيادة الرئيس بيفتحوا في كثير من المحافظات بمبالغ بسيطة، ونبعد عن الواسطة والمحسوبية في الموضوع ده بالذات، عشان في شباب فعلا نفسه يفتح بيت. يجي لك الشاب من دول ترهقه في تكاليف الزواج وترهقه في طلباتك وتحسسه ان هو داخل على امتحان اصعب امتحان في حياته، وتلاقي الاب المحترم، طبعا اباطنا كلهم محترمين، بيتنك شويه. ما
عنده بنته بقى فرحان بيها، جميل انا معاك، بس احنا عايزين نعمر، عايزين يبقى في تيسير شويه في الجواز. مش هينفع الحال اللي احنا فيه ده، اما يبقى عندنا 9 مليون ده رقم صعب، رقم اعتقد ان هو رقم امن قومي. كلام واضح، كلام ده من جوه جهاز التعبئه والاحصاء، مش كلام انا ما اجيبش احصاءات من عندي. معانا اتصال، استاذ محمد. ايوه يا باشا، اتفضل يا استاذ محمد. ايه الاخبار يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله، اتفضل. والله احنا بموضوع الجواز ده تعبنا، يعني هنا خربان بيوت الواحد. انت متجوز يعني يا محمد؟ لا لسه متجوز. ايه لسه عندك كام سنه يا محمد؟ 25 سنه. طب ده انت لسه صغير يا محمد، 25 سنه ده انت لسه صغير. لسه صغير. طيب شد حيلك كده، ربنا يوفقك. هو عليا انا، مش عليا انا، هو يا ريت عليا انا. امال ايه المشكله؟ عندنا 30 سنه و29 طب انت شايف هنا، انت شايف هنا غالي يعني. انت شايف ان الحل القريب في موضوع الجواز ده نيسر ازاي على الشباب والشابات ان يبقى الجواز ده يبقى يعني في اوروبا مفيش تكاليف، هو عاوز يتجوز فلانه بيتجوزها وخلاص، والموضوع بسيط والدنيا بسيطه، مفيش تكلفه، ما بيتكلفوش الامور. تمام. لكن احنا صعبنا صعبنا يعني ايه؟ بما يرضي الله بالدين، مش اللي هو الواحد عاوز يناسب ان هو ده وزير وده مش عارف ايه وده ايه، والواحدة عاوزه تاخد بيت ابوها هي وماشيه، طب هي هتعمل ايه بيه؟ طيب احنا عايزين اسباب واضحه للعنوسه اللي احنا بنعيشها النهارده لشاباتنا وشبابنا الجميل المصري. يعني احنا المفروض يعني نتقي ربنا شويه، مش يعني الواحد لما بيتقدم لواحده مش لازم تقعد تتشرط فيه وعايزه شقه وعايزه مش عارف بيت. لا ما معلش يا محمد، انا لا يعني اقف معاك بقى يا حماده، معلش. عايزه شقه؟ امال هنقعدها في الشارع يا محمد؟ ماشي ما هي ده مش هقعدها في الشارع. انت قصدك ايجار يعني ولا تمليك؟ على حد مقدرتي. قصدك ايجار ولا اعلم؟ قصدك ايجار ولا تمليك يعني قصدك؟ لا تمليك. ما قصدك عايشها. فهمتك. استرها. تمام. شكرني يا حماده، ربنا يبارك فيك. الاستاذ محمد بيتكلم في نقطه مهمه برضو. النهارده الشاب بيروح يتجوز عايز يفتح بيت، فحماه اللي هو ان شاء الله هيبقى حماه يعني يقول له لازم شقه تمليك وتكتبها باسمها. هو داخل يشتري ارض، ده هياخد بنتك ضناك، لو ما حطهاش في عينه يبقى ما يستاهلهاش. ما تحاولوش تصعبوا على الشباب لان البلد مش مستحمله، البلد مش مستحمله، لازم نيسر على الشباب شويه. ما تقولوش شقه تمليك وتكتبها لي باسمها. يا حبيبي هو مش داخل حرب، هو ان شاء الله سيدنا النبي وضح الموضوع ده في كلمتين كده صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني جوزوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. طب الشاب ده لو احنا ما ساعدناهوش فين؟ زمان كانت العائلات فلان هيتجوز تلاقي خاله وعمه وابن خاله وابن عمه كلهم بيلموا نفسيهم، ليه؟ ده شاب هيتجوز، نقف مع بعض نخليه يقف على اول الطريق. كان زمان الافراح كتير قوي، تصحى من النوم فلانه هتتجوز، فلان هيتجوز، خطبنا فلان لفلانه، خطبنا فلان لفلانه. الدنيا كانت واسعه شويه وجميله وكان في بركه. النهارده في تعسير على الشباب والشابات. معانا اتصال من المنيا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا محمد من المنيا. اهلا وسهلا، اتفضلي. انا طبعا بشجع البرنامج، وطبعا انا مع سيادتك في اللي بتقوله كله. يا رب يبارك فيك.
لان انا كان عندي بنتي وكان في طبعا يعني مقبل على الزواج وكده، وانا بقيت اشجع مش بقول يا رب مثلا مش يديني واحد يكون غني وكده يعني. انا كنت دايما اصلي واقول يا رب اديني حد تيجي ربنا ببنتي تمام، ان هو يحترمها تمام وما يقولهاش مثلا انت مثلا كذا وكذا في اي يوم من الايام، لان اللي بتيجي ربنا طبعا مش هزعل مراته في يوم من الايام. اللي تيجي ربنا دي اهم حاجه. نخرج بجمله حلوه من كلامك الجميل ده يا ام محمد. الله يخليك. اللي يتقي ربنا يتقي ربنا فيها، اللي يتقي ربنا ناخده في حضننا ونقرب منه. ايوه طبعا، اللي هيتقي ربنا هيعرف يعامل مراته ازاي، هيعرف يعامل اولاده ازاي. تمام هيعرف يعيش عيشه ما فيهاش حاجه اللي هي تخالف امر ربنا فيها. تمام. وهيطلع جيل كويس متعلم متدين اللي بيه هيخلي المجتمع كله يبقى كويس ومتدين ومتعلم، ثقافة دينية، ثقافة حياة زوجية محترمة. متشكرين يا أم محمد. أم محمد بتقول لنا رسالة خطيرة جدا، بس للأسف احنا بقينا في مجتمع صعب تميز فيه الحلو من الوحش. ممكن يجي لك علامة الصلاة في وشه يتجوز بنتك وهو من جوه مش كويس. ما هي بقت اشكال دلوقتي، بنعيش اشكال. عشان كده كان سيدنا عمر يقول لك تعرف الواحد لما تعامله وتعاشره، المعامله قرب منه، تقعد معاه، بخيل، كريم، مؤدب، بيشتم، بيغلط، بياكل حرام، المعامله تبين. ممكن اظهر قدام الناس ان انا بصلي. اتفضل. الو الو اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذ. اتفضلي. معلش انا عايزه اوصلك بس رساله بسيطه. اتفضلي يا فندم. عايزك توصل للامهات اللي قاعده في البيوت واللي شغاله في المناشف واللي شغاله في الشغل واللي شغاله في كل مكان، خلي بالها من البنات اللي هي بتطلع من المدارس متجوزه عرفي بتطلع حوامل، عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا. انا عايزه رساله بس تقولها لكل ام ولكل اب ولكل بني ادم، يخلوا بالهم من البنات، خلوا بالكم من البنات. الشباب مالهاش ذنب، الشباب مالهاش ذنب، الشباب مالهاش ذنب. انا بقول لكم اهو، وربنا لا يشهد عليا وعلى اللي انا بقوله. متشكرين يا استاذه، متشكرين. رسالة من أم مصرية بشكرها. إحنا في مجتمع قبل كده قلت مش مثالي، لما منعنا الجواز الرسمي ورخمنا على الشباب ومنعنا فتح البيوت بالحلال، للأسف ظهر الجواز العرفي، ظهر الجواز في السر. ده انت بنت ناس وهو ابن ناس، ده انت مصري وهي مصرية، خايفين من ايه؟ اصل الاهلية تعبونا ويقول لك لازم النيش، لازم العريس يجيب النيش والسفرة، اصل الناس هتشوفنا، الناس هتشوف الحاجة اللي هو جايبها، والشبكة تبقى بمئة ألف جنيه ومئتين ألف جنيه، وخاتم في ناس كده والله العظيم، خاتم ألماز ومش عارف، لازم الشبكة تبقى كده الناس هتشوفنا، والعفش لازم يبقى قدام الناس. ما تحاول تلم وتستر، ما تحاولوا تلموا المواضيع شوية، ما تحاولوا تلموا الأمور شوية. انت عندك كام سنة يا بنتي؟ 22 سنة. 22 سنة؟ ياه، ده انت اللي قدك عنده عيلين. الو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت في سؤال، ما هي اسباب العنوسة في مصر؟ اتفضل اتفضل.
يزيد فضلك. أسباب العنوزة في مصر إن الناس بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى ونسوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليه الصلاة والسلام. اللي هو قال أرخصهن مهرا أكثرهن بركة. الله عليك، جميل. الله يبارك فيك. طب أنت لو عندك بنت هتجوزها بمهر قليل؟ أنا لو عندي بنت وخايف عليها فعلا. ايوه مفيش حد ما بيخافش على بنته، مفيش حد. اه طبعا. راجل محترم امين ما بيخافش على بنته. لكن انت لو جه عريس لبنتك هترضى تخفف التكاليف عليه شويه؟ اكيد طبعا. خلاص لو انا مسلم لا لا احنا على فكره خلي بالك احنا ما بنتكلمش هنا ولا مسلمين ولا مسيحيين، احنا ناس هنا بنتكلم عن مصر. ايوه مصر كلنا نسيج واحد. الله يبارك فيك. اعمل بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام من اتاكم ترضين ترضون دينه وخلقه فزوجوه. متشكرين متشكرين لذوقك واتصالك. الشكر. ويا ريت يا ريت الناس تخف من حكايه المهر شويه. حاضر. يعني الناس ترعى ربنا شويه، بلاش التكاليف الزياده. متشكرين. اهم حاجه هدوان السر. ربنا يبارك فيك. شكر. شكرا. انتوا ملاحظين معايا كل اللي اتصل يقول لك نتقي الله نقرب من ربنا، ما هو لازم نقرب من ربنا. هو سواق القطر ده لو كان يعرف ربنا ومقرب من ربنا كان قال لهم نطوا. الاب النهارده بيحب بنته وخايف عليها وانا معاه، نفسه يجوزها واحد يعيشها في عيشة كويسة جميلة. أنا معاك، أنا مش ضدك، بس خلي بالك. ويعلم ما لا تعلمون وفي السماء رزقكم وما توعدون. خلي بالك بقى من النقطة دي. أنت نفسك يلي بتجوز بنتك النهاردة وأنت داخل تتجوز كان نفسك حماك يخفف عليك شوية، وممكن كنت تزعل منه وتغضب منه وانت بتتجوز، هو ليه بيزود عليا في التكاليف كده؟ هو ليه بيكتبني قايمة؟ هو ليه بيزود عليا؟ ده انا راجل محترم. انت بقى بتحب بنتك، كلنا بنحب ولادنا وبناتنا، مع ان العنوسه خلي بالك ما بقتش للشابات بس ولا للبنات بس، ده العنوسه للشباب والشابات دلوقتي بقت مصيبه كبيره. وخلي بالك انا بكلمك على جزئيه مهمه، الوقايه خير من العلاج. هو انا النهارده ليه بتكلم النهارده على العنوسه ليه؟ محدش سأل السؤال ده. طالع انا اعمل فوبيا عنوسه مثلا وطالع اتكلم؟ لا، انا طالع ادي رساله لبلدي، الحقوا الشباب اللي ما اتجوزش والحقوا البنات اللي ما اتجوزوش. ليه؟ عشان لما ما يتجوزوش هيروحوا في طريق تاني مش كويس. هنزعل، احنا مش عايزين نزعل في مصر، عايزين بلدنا تبقى منضبطه الجميله، عايزين نفرح بشبابنا وشاباتنا. الو استاذ احمد. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل عام وانت بخير، اتفضل يا فندم. الله يخليك. حضرتك وسبب العنوسه حضرتك الغلاء في المهور وكثر الطلبات. ماشي تمام. انا طب انت عندك حل؟ عندك حل؟ الحل ان يبقى في مبادره زي ما شفت قريه بعد المنصوره طريق السندلاوين. ايوه. في جمعيه خيريه في القريه عمل بلاش تذكر اسم جمعيات. معاك. لا ما ذكرتش انا بالظبط. عملت مبادره اللي هو الرخصه في الشبكه وفي المهور، تخفيض تكاليف الجواز. يعني تخفيض تكاليف الجواز جدا. جوزوا كام شاب وشابه؟ والله المبادره اتعملت وكل يعني ولا هو كلامه وفوبيا كده وشو اعلامي وخلاص؟ لا لان في الفلاحين حضرتك بيجيبوا ذهب ب 100,000 جنيه و 150,000 جنيه. ما اصل احنا شعب، خلي بالك احنا شعب الفشخره.
بالظبط، احنا بنحب نتفشخر قوي. بالظبط، والمشكله في حاجه، في كوره كتير يعني جنبنا هنا، كل الشباب بتاعها مسافرين في ايطاليا وفي دول كتير. بيروح يجيبوا فلوس وبييجوا بيتجوزوا بنص مليون، يعني واحد جايب نص كيلو ذهب. طب ما انتوا قريه غنيه اهو. بالظبط. لا انا من المنصوره نفسها ومش عارف اتجوز بسبب الغلو. انت عندك كام سنه؟ انا 49. يا خبر ابيض، 49 ما اتجوزتش؟ وانفصلت ومش عارف اتجوز تاني. انت اتجوزت وانفصلت ومش عارف تتجوز تاني بسبب غلاء كتر الطلبه. طيب انت شايف في كلمه بسيطه الحل هو تخفيض تكاليف الجواز؟ انسان طالما انسان بيتقي ربنا اتوكل على الله. متشكرين يا فندم، متشكرين ذوقك. الكل مجتمع على ان تكاليف الجواز والأفوارة والفشخرة هي السبب. يقول لك لا، بنتنا لازم يتعمل لها فرح في قاعة كذا. ازاي؟ هي هتخش سكتي؟ ده بنتنا لازم يجي لها ذهب من هنا لهنا. ده بنتنا لازم يجي لها انتريه بكذا وسفرة ونيش ماشي كل ده. طب ليه ما نوفرش يعني خلينا بدل ما نجيب حاجه غاليه قوي نجيب حاجه وسط، يبداوا مع بعض. بس هو مجرد ما بداوا مع بعض واتكتب كتابهم واتجوزوا البركه بتنزل في البيت، ربنا بيرزق وبيفتح الابواب الرزق وتلاقيهم حالهم اتغير. ما هو مش هيفضل طول عمره رزقه كده، لا ربنا بيوسع. لما ربنا بيكرمك وبتتجوز ربنا بيبعت لك رزق زوجتك، وتخلف ربنا يبعت لك رزق اولادك. الو الو. ايوه ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي يا فندم. الشباب على فكره محدش، انا يعني حاجه عايزه اعرفها يعني للناس، الشاب بيطفح الدم وبيتبهدل علشان ان هو بيجهز بيت، بيدفع مهر، بيجيب شبكه، بيجيب فستان، بيعمل فرح، بيعمل، عايز يستقر، عايز يبني اسره. تمام، بس مش كل الشباب كده. لكن دلوقتي بقت بالقوانين الاسره بصراحه مش الشباب اللي هو هو احنا داخلين في في في, في علاقه زوجيه الشباب عشان الشباب. طب اسمعيني، طب اديني فرصه ارد عليك. هو احنا داخلين في علاقه زوجيه نبتديها بالقانون والمحاكم؟ ده احنا يبقى مصيبتنا مصيبه. ما هو للاسف البنت دلوقتي بقت داخله الجواز بقى صفقه بالنسبه لها. بقول لحضرتك ايه، اتفضل. انت عندك بنت؟ انا لا، ما عنديش بنات. عشان كده بتدافع عن الشباب. لا مش بدافع عن الشباب، انا عندي بنات بس اصلا هم رفضوا يتجوزوا. لانهم محترمين رفضوا يتجوزوا. مين اللي رفض يتجوز؟ الشباب البنات، وبنات محترمه. يعني ايه انسانه محترمه رفض؟ ده كلام هم بيشوفوه من اصحابهم اصلا بتقول تروح تتجوز شهر وتتطلق، فديت اصلا خلاص. احنا كنا عاملين حلقه عن عن اسباب انتشار الطلاق في مصر، والاحصائيه كبيره في مصر. انا معاكي. بص حضرتك، الجواز بقى صفقه بالنسبه للبنت دلوقتي. صفقه؟ صفقه. لا حول ولا قوه الا بالله. صفقه. حتى الخلع بتاخد ايه؟ بتتنازل عن بتاع ده، مش عارفه بتاعت المتعه ونفقه المتعه وما اعرفش ايه، لكن تاخد شقه وبتاخد عفش وبتاخد العفش ده من حقها. ربنا يعمر بيوتنا. يكتبوا قايمه. ربنا يعمر بيوتنا. الشق كده كده. سؤال بقى، سؤال كدا سؤال كدا سؤال هسألك. سؤال حضرتك، اسمك ايه؟ اسمي سميه. يا استاذه سميه، انت كتب لك قايمه ولا لا؟ لا. مش ممكن. اقسم بالله العظيم ما اتكتب لي قايمه. وعشتي مع جوزك قد ايه؟ عايشه مع جوزي اهوت بقالنا 50 سنه. الله اكبر. عشان انت ست محترمه حافظتي على البيت. هي القصه مش قصه قايمه ولا قصه صفقه، هي القصه قصه انضباط. بص حضرتك، الام مدرسه. الام مدرسه، مش ان هي بتعلم بنتها انها تبقى معاها شهاده عليا وحافظي على نفسك وترجعي. لا، الام بعد كده بتعلم بنتها ازاي تحافظي على بيتك، ازاي شاكرين. الو. الاستاذه سميه
واقعة من النوادر يعني، أو يمكن كان زمان أمهاتنا ربنا يحفظهم لنا يا رب من حي منهم ويرحم من مات منهم يا رب، ما كتب لهاش قايمة. سامعين يا بنات؟ ما كتب لهاش قايمة وعايشة مع جوزها 50 سنة. يبقى المشكلة في البنات والأبهات. أصل إحنا النهاردة داخلين في صفقة زي ما هي بتقول، لازم نظهر قدام الناس إن إحنا ناس جالنا عريس عنده فلوس كتير، بقت صفقة، ما بقتش بيت هيتفتح ونجيب عيال، جيل محترم يقف لبلدنا يبني ويعمر. ألو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تسأل الأستاذ اللي بيتكلم في التلفزيون لو سمحت؟ اتفضل. السلام عليكم. طيب وطي تلفزيون وكلمني. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن الباشا؟ اتفضل يا فندم. وعليكم السلام. معاك صبح من كابتن الشيخ يا باشا. اهلا وسهلا يا استاذ صبحي. اللي يتكلم في ده يا باشا يبقى بيتاجر، ما بي مش عارف يتجوز بنته. مين يا فندم؟ اللي بيتكلم في موضوع الذهب. الذهب. اللي بيتكلم في ذهب لبنته. يبقى مش عاوز يتجوز بنته. طب هو حضرتك يا استاذ صبحي اتجوزت من غير ذهب؟ نعم. ما جبتش ذهب لمراتك؟ والله جاب لها ب 1400 جنيه. بس كان ساعتها ال 1400 جنيه زمان كان ليهم. طيب يعني جبت لها ذهب اهو. يبقى ما ينفعش ولاد الناس ما نجيب لهمش ذهب. بس ممكن نعمل ايه بقى؟ خلي بالك بقى معايا، في الجزئية دي. مش هنلغي الذهب، لكن ممكن بدل 100,000 و50,000 لو يقدر يجيب لها هدية محترمة 10 15 7 على قده يمشي الدنيا. المهم ان هو يجيب لها. ما هو البنات برضه بيحبوا يعني. خلي بالك البنت او الست طول ما هي ماشية معاك في السكة تلاقي عينها تيجي على السايغ على طول، بيعشقوا الذهب دي الحقيقة. فلازم نبقى زي ما بنحكم على نفسينا وبنحكم على غيرنا، نحكم على نفسينا اللي احنا بنحكمه على غيرنا. معانا اتصال ام جمانة، اتفضلي. السلام. وعليكم السلام، اتفضلي. ايوه يا فندم، هو انت حضرتك عمال تتكلم عن الذهب وكده ليه يعني؟ مش فاهم، انت حضرتك لسه صاحيه من النوم ولا ايه؟ فقدنا الاتصال بام جمانة، زعلت عشان بنقول لها، هي بتقول لك انت حضرتك بتتكلم على الذهب ليه وكده. طب ما دي الحقيقه، هو في ست هتخش من غير ذهب؟ مش ممكن، صعب يعني، صعب في الظروف الحياتيه. هي بتبص لغيرها تقول لك اصل صاحبتي برضو يعني جالها ذهب كذا، وصاحبتي فلانه اتجوزت، انا مش يعني انا احسن منهم ولا هم احسن مني. دايما الغيره والحاجات اللي بتشوفها بالعين دي هي اللي بتعمل ازمه. معانا اتصال من اسيوط، اتفضل. ايوه استاذ، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حضرتك من اسيوط، واذا كان الست اللي بتتكلم يا فندم على ان مفيش واحده تقدر تخش من غير ذهب، مالكش دعوه بالست اللي اتكلمت، خليك في نفسك. ماشي يا فندم. فهل انا حضرتك مفيش واحد طبعا شاب يقدر يتجوز من غير شغل؟ انا برضه دي يا فندم. بس انت حضرتك شايف ايه يعني؟ انا معلش عشان ابقى فاهم، رسالتك ايه لينا؟ رسالتي يا فندم ان انا حضرتك عندي 33 سنة ومش متزوج يا فندم. من اسيوط؟ بلد الصعايدة الرجالة؟ من اسيوط. ولسه ما اتجوزتش؟ لسه ما اتجوزتش. طب ده القصايط، الله اكبر، يعني ده من اسرياء البلد. من للاسف يا فندم، انا ما حاولت وما فيش حد يا فندم. يعني انت ما عندكش القدره؟ يعني انت شغال ولا مش لاقي؟ لا يا فندم، انا قاعد حضرتك في البيت حضرتك ومن غير اي. طب قاعد في البيت هتتجوز ازاي انت؟ انت لما تكون قاعد في البيت هتتجوز ازاي؟ ما انا بتكلم في كده يا فندم. هيدوك بنتهم ازاي وانت قاعد في البيت يا حبيبي؟ طب ما انا نفسي يا فندم ان انا. طب انت مش شغال يعني؟ ما شغالش والله. طب ايه اللي خلاك مش شغال؟ مفيش حد. يعني ايه مفيش حد؟ حاجه زي كده، مفيش شغل يا راجل. يا طيب يعني مفيش شغل خالص؟
مش قال تطلع تشتغل اي حاجه؟ سيبك من الدبلوم، خلي الدبلوم ده على جنب. خلينا انت مش قادر تطلع على رجلك تشتغل اي حاجه في اي حته؟ للاسف يا فندم سعيت على ناس كتير، وللاسف ما فيش حد قبل يا فندم خالص، ان مفيش لا مصنع ولا فيش شركه ولا فيش. انت كده زعلتني، الصعايده غير كده خالص. اصل انا صعيدي وعارف الصعايده ايه. الصعيدي ما يباتش جعان ابدا. الصعيدي يطلع على ايده بنى الهرم. كل المباني اللي انتوا شايفينها في مصر دي 90% اللي بناها الصعايده. الو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ممكن اقول لك على راي حضرتك؟ على راي حضرتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم. على فكره، على فكره انا الزوجه الثانيه. الو، سامح سامعيني؟ انت الزوجه الثانيه؟ انا الزوجه الثانيه، وانا ضد اي حد يجيب ذهب. هو ذهبي، دامت موجودي كويس ومحترمني وصيني، عايزه ايه تاني؟ جميل جميل جميل. هما بيختلفوا على الذهب وكده صح؟ لا لا، مش لازم ذهب على فكره. تمام. يعني هو مش كل حاجه ذهب. ليه يعني جاب لي 100,000 ذهب؟ اهم حاجه الستر، الستر اهم حاجه. الستر طبعاً. انا شايفك، سامع صوتك وشايفك مبسوطه. مبسوطه جدا. انا مش عايز احسدك، مش عايز احسدك، بس انا عايز اقول ايه؟ يعني عندنا في مصر اهو زوجه ثانيه وبتقول لك مش عايزه ذهب والدنيا جميله والبلد ماشيه، يعني في برضه حالات كويسه اهو. يعني عندنا رجاله في مصر اهو بيتجوزوا 2 و3. الو؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضلي. ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي يا فندم. ممكن حضرتك الموضوع ده، موضوع قصه الذهب دي، احنا انا عندي 2 اخواتي. انتوا ليه قلبتوا الموضوع للذهب؟ انا بتكلم عن العنوسه والله ومشاكل الجواز. انا هقول حاجه مختلفه على فكره. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، انا مش معترض عليكي، بس انا بقول يعني دخلتوا في قصه الذهب شويه. ايوه. لا لا لا، مش قصه موضوع الذهب. احنا ممكن نجيب بجزء معين على قد مقدره الشاب. تمام. والجزء دوت يتكتب في القايمه. يعني مثلا ممكن اجيب مثلا ب 10,000 واكتب مثلا 20,000 في القايمه. ايه المشكله في كده؟ لا انا اختلف معاك. ليه حضرتك؟ ده عقد. ليه نكتب حاجه ما جاتش؟ ليه؟ معلش. يبقى انت خايفه منه؟ حقها في القايمه بس. هسألك سؤال، انت خايفه منه؟ طب حضرتك انا جوزي، انا لما اتجوزت سؤال بس انا اسالك معلش عشان ما اخد الذهب بتاعي. طب اديني فرصه، اديني فرصه. انت خايفه من جوزك قبل ما تتجوزيه؟ ما تتجوزوش. خوف حضرتك؟ خوف. انا لو خايفه منه مش هتجوزه فعلا. طب اما انت خوف. طب وليه نكتب حاجه ما كانتش موجوده؟ خوف. ليه؟ خوف الاهل، خوف الاهل ليه؟ ونروح المحكمه والقاضي يعمل يمين حاسمه ويفتح تحقيق ويقول ايه؟ كان في ذهب؟ كان في ذهب بكام كذا؟ يحلف يا ابني، يحلف هو زور ولا هي تحلف زور؟ لا يا فندم، طول ما في توافق ما بين الزوجين اكيد مش هيحصل كده. طب خلاص، طالما في توافق ما نكتب اللي موجود وبس. ليه نكتب ليه نكتب خلاف الحقيقه؟ هو الاهل بتعمل كده ضمان لحق الزوجه؟ لا ده مش ضمان يا استاذه، لا ده مش ضمان. بص يا استاذه، ربنا يبارك فيكي، انا طبعا متشكر لاتصالك وذوقك. لو هنكتب كل حاجه مغايره للحقائق، يبقى بلاها ورق، يبقى كل واحد يضحك على الثاني. بلاها ورق وبلاها عقود وبلاها قوايم وبلاها كتب كتاب. لازم ننضبط. لو ما انضبطناش هننضبط امتى؟ انا النهارده بتكلم عن الشباب والشابات. ليه؟ انا خايف وغيري خايف. خايف من ايه؟ خايف ان احنا نبقى نوصل لمرحله مش كويسه. خايف والله، والله رسالتي لبلدي ومصر حبيبتي، أنا قلقان. الوقاية خير من العلاج. هنحاول نخفض على الشباب شوية، نحاول نخلي الجواز ده حاجة يعني ملائمة ما بين الطرفين، توافق. أنت تجيب شوية والعروسة تجيب شوية ونلم نفسينا، ومش لازم شقة تمليك، ومش لازم نضلع الشاب اللي لسه طالع. النهاردة تسمع الأرقام اللي هيتجوز بيها الشاب تتخض والله العظيم. 3. انت عارف واحد لو سافر مثلا بره مصر يشتغل هيعمل له مثلا، قول ايه، يعمل له مثلا في الخمس ست سنين، قول يعمل له ربع ولا نص مليون جنيه. النهارده الشاب اللي في مصر عشان يكلف نفسه يتجوز
شقه وايجار وعفش وذهب وهدوم ومش يخش له في ربع مليون جنيه. طب مين الشاب النهارده اللي معاه ربع مليون جنيه؟ مش ممكن. طب الشاب دون لو ما اتجوزش هيعمل ايه؟ انتوا طبعا فاهمين هيعمل ايه؟ مش عايزين الكلام ده. طب الست البنت اللي ما اتجوزتش وعندها 35 سنه ما اتجوزتش تعمل ايه؟ مش ممكن. لازم ننضبط، لازم نفوق. سيبكوا بقى من الكلام اللي ما بياكلش عيش ده، ولا يودي ولا يجيب. نيسر على الشباب، نقف مع بعض. انت وانت بتتجوز كان نفسك حماك يقف معاك، اقف مع اللي جاي، بس بشرط يستاهل ان انت تقف معاه. قول له انا هديك بنتي وهحاول اقف معاك وحاول اكون في ظهرك، بس بنتي دي في عينك، ويوم ما يحصل بينكم حاجه اوعى تمد ايدك عليها. الرساله قد تكون وصلت، قد تكون. قلت الاحصائيه وقلت المشكله كبيره وقلت ان لازم ننضبط. مهر، حط مهر يا سيدي براحتك، بس نحاول نوفق الطرفين. في الصعيد وفي الارياف وفي البلاد اللي هي اللي لسه فيها الخير كده، ها يقول لك فلان هيتجوز، يلا كلنا نعمل الواجب. تلاقي العائلات طالعه ورجاله الصعيد طالعه ورجاله الفلاحين طالعه، كله طالع راح يجامل. ليه؟ اصل فلان هيتجوز وبنتنا هتتجوز. فين الكلام ده النهارده؟ فين الكلام ده في القاهره وفي غير القاهره، في المحافظات، في المحافظات اللي فيها مدن شويه فيها تحضر؟ فين؟ عشان كده هناك بيتجوز شويه، يعني النسبه هناك في الارياف وفي الصعيد نسبه العنوسه قليله شويه عن هنا. ليه؟ اصل هناك لازم البنت تتستر، لازم بنتنا لازم تتستر، لازم تتجوز. ما عندناش حاجه اسمها بنتنا تكبر كده والكلام كلام يعني يا مصريين يا محترمين، ضميركوا فين؟ اوعى تعلق شماعتك على غيرك. انا دورت على الانسانيه في الانسان، وعشت ادور على فرحتي ما بين الالم والاحزان، وبقول لمصر دولتي غيري من حالك، وحاولوا تراعوا ان في شباب طالع عايز يشوف نفسه، نساعده ونقف معاه. فين زمان لما كان الشاب يقف للراجل الكبير؟ النهارده تلاقي الشاب قاعد والراجل واقف. كنت معاكم وتنورت بيكم وفرحت بيكم، وفرحان ان رسائلكم كلها عن ربنا وعن سيدنا رسول الله. هو ده الشعب المصري، ارجعوا للشهامة. تحياتي وائل فرغلي أبو شوشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.